ومع الحكم السيد نسيب يشير تدخل قوي من فرحات يرجع الكرة لبلعيد كرة الصراع والخطأ على جدية والاتحاد الجزائر هذه الكرة والخطأ قصير الكرة لكودري يوصلها لبوشمة المساعدة موجودة ومطلوبة من بن موسى يعود من جديد لبوشمبا كرة أمامية للدفاع بشير يستلم هذه الكرة يوصلها لبلعيد على الجهة اليمنى مباشرة أو دائما قاسم يحاول أو غربي يوصلها من هناك لسائح يحاول يحاول أمام ثلاث لاعبين سائح يحاول أربعة لاعبين الكرة مقطوعة تعود لجماموش بمبدأ الأمان الإبعاد بشيري بالرأس يرجع لحشود بوشمة بشيري كرة خطيرة لجدية حول المرور عودة موفقة لبشيري القراءة الممتازة والعودة الموفقة من المدافع بن موسى الصراع الرجل المرفوعة والخطأ لحشود حشود كرة طويلة البحث عن سائح بوغاش يحضر ماذا هناك الحكم يقول خطأ لدفاع اتحاد الجزائر وليس للمولودية ها هو سائح يكون قد استعمل اليد نعم لمسة يد استعمل اليد للعب هذه الكرة العالية مع المدافع شفعي الكرة لزماموش والخطأ العشر دقائق الأخيرة لا تريد النتيجة لحد الآن أن تتحرك بقدم قاسمي في دقيقة 13 تحاول المولودية ولكن لم تجد المفتاح لم تجد الكرة المناسبة واللقطة الخطيرة والسارحة غربي يحاول أن يقدم الإضافة اللازمة منذ دخوله تفوق للدفاع فرحات يوصل الكرة لكودري يحاول المرور كودري ولكن إلى رمي تماس الكرة لمولودية الجزائر في العشر دقائق الأخيرة ما أصعب العشر دقائق ما أصعب من يبحث عن تعديل النتيجة وما أصعب الأمر أيضا عن من يريد تثبيت والاحتفاظ بالنتيجة